مساء الخير. ببلدة بيت لحم بجنوب القدس انحنى تاريخ خاشع وسجل حدث عظيم غير وجه الحياة وبدل مفاهيم البشر وجعل الغلبة للحق مش للقوة. هالحدث العظيم هو ولادة يسوع المسيح إله الرفق والمحبة والوئام، ولد بمزود بلف القش وحوله الخراف بمغارة صغيرة، وشعب الأفق نور أضاء ظلام البشرية. فهب الرعاة مع أغنامهم بنور طريق النجم بالسماء، ومشيوا المجوس حاملين الهدايا. فلا الرعاة ضاعوا ولا الملوك تعبوا، كانت شفاهم عم تهمس تراتيل وصلا، كأنهم ماشيين بموكب العظمة. ومن هديك الليلة وصل يسوع بثورة كبيرة، ثورة ما بتشبه أي ثورة، ما بتشبه أي ثورة ممكن تحصل بالتاريخ، أو حتى ما بتشبه الثورات يلي عم بتصير اليوم. خلينا نفكر شوي أنا وإنتو بثورة يسوع. ما بتشوفوا إنه ثورة يسوع هي ثورة بتعلمنا الكتير؟ ثورته هي ثورة الفقر والزهد والتواضع على الجشع والبطر والغطرسة والطغيان. ثورة يسوع ثورة الحق والصدق والوفاء على الزور. ثورته ثورة المحبة والجمال والجودة والشهامة على الأنانية والبخل. ثورة أبطلت شريعة الغيب وساوت بين الفقير والغني. هي ثورة التاريخ الكبيرة لأنها أحدثت تحويل جذري بتاريخ الحضارة الإنسانية. كانت علاماتها تختلف عن علامات كل ثورة، لأن الثورات حالياً تتكل على المال والسيف والجبروت والدماء والقتل، بينما ثورة يسوع انقامت على الفقر والتواضع والخضوع. فقبل مجيء يسوع سيد الظلام وولى السلام وحل الظلم محل النظام، وصل المسيح وصالح الإنسان المتمرد مع ربه، فحطم نير الشهوة وقلب جدار العداوة، وأبطل دولة السيف وساوى بين الصغير والعظيم، بين الفقير والغني، وألغى شريعة الغيب وعم تعليم العنف والمغفرة والتسامح. هيدي ثورة الميلاد، ويننا منا وقدي نحن بعاد عنا، كيف لازم نشتغل عليها. بعد المجال أمامنا لمراجعة حساباتنا قبل الميلاد، وقبل ما نقول للمسيح تفضل العب دورك وصير البطل بلعبة حياتنا. تراتيل الميلاد تسحرنا، تخدنا أكتر لعالم يسوع، بتخلينا نصلي ونتضرع أكتر للطفل المنتظر. لهذا السبب نحن اليوم موجودين بكنيسة السيدة الحبشية غزير لنرنم سوا مع أصوات من حبة بهيدا الريسيتال اللي عنوانه قوموا يا رعاة. ونحن بختام الريسيتال منقلكم ليش سمينا هالريسيتال قوموا يا رعاة. بدنا نرحب بالبداية بكل الحضور، منخص بالترحيب بكل الوسائل الإعلامية الموجودة وخاصة بالأم تي في. بدنا نرحب برئيس البلدية الأنصل الدكتور إبراهيم الحداد، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير البلدة، الأخويات وفعاليات البلدة. ورح أترك الكلمة الأولى لكاهن الرعية الأب زياد الأشقر. قوموا يا رعاة، دعوة أطلقتها السماء بلسان الملاك، استقبلها فقراء الأرض، قاموا، أسرعوا، عاينوا، تأملوا، وعادوا فرحين شاكرين. ذهبوا إلى بيت لحم رعاة يأكلون الخبز كفاف يومهم، وانطلقوا عائدين بيدهم خبز الحقيقة. الله صار إنسانا زادا وفيرا لهم وللأجيال القادمة حتى انقضاء الدهر. قوموا يا رعاة همسة سماوية تردد صداها في فراغ الإنسان،
فعبرت فيه كلسان النار مشعة دفئا ونورا، وحولته إلى سكن الله، أرسلته بشرى سارة لكل الأكوان. هي كلمة صلاها بن يعقوب الطباوي، وعاشها روح مشاركة مع الإنسان، مظهرا له رحمة الله ولطفه. هو الذي قام للخدمة والرعاية في قلب الكنيسة، فكانت المغارة أينما حل مكانا يستقبل الجميع باسم الابن المولود، يبلسم الجراح ويدعو لاسم الله العجيب القدير. ونحن في هذا المساء نتهلل بالرب القدوس، ونبارك ابن الله العلي المتجسد الذي أتى أرضنا ليمسك بيدنا ويقودنا إلى مجد السماء. نستعد للاحتفال بعيد ميلاد المخلص، فأين الرعاة؟ إنهم هنا، أتوا من بعيد ليجددوا العهد، قاموا مسرعين لأنهم اعتادوا الخدمة، ميزوا الصوت والكلمة لأنهم أمراء وأميرات في الغناء لحناً وأداءً للكلمة. نعم، للكلمة يسوع المتجسد محور حياتهم وغايتها. هم أتوا من بعيد ولكنهم أبناء البيت، جاءوا ليزرعوا الليلة في كنيستنا دفء الإيمان وعذوبة الصوت وعمق النغمة. جاءوا بلا تردد لأن الذي دعاهم هو مبارك وقدوس. رعاة في سهرهم على تلبية النداء، ولكنهم ملوك أيضا من مشرقنا، يفخرون في تقديم الأفضل لله والإنسان، صوتا ملائكيا عذبا يضاف إلى أجواق الملائكة المنشدة، المجد لله في العلا والسلام للأرض، فتلتقي أنغام السماء بأنغام الأرض لتشكل لحنا يليق بالعظيم الآتي إلينا. نستقبل معا من لبوا دعوتنا الليلة، خيرة من فناني هذا الوطن وطن الأرز، السيدة باسمة، الأستاذ نادر خوري، السيدة كارول عون، والأستاذ جيلبير جلخ. تقدم هذا الريسيتال بكلمتها الصلاة الإعلامية المميزة رين رحال، ويرافق عزفا الأستاذ جوزيف بودومد. الصلاة والشكر الكبير لابن هذه البلدة المايسترو الأستاذ جاك الحداد الذي نسق هذا الاحتفال، وعلى كل الجهد الذي بذله لكي نصلي ونؤدي السجود اللائق لإلهنا ومخلصنا يسوع. شكر كبير لإدارة شركة الام تي في الحاضرة معنا، وإلى كل أفراد فريق العمل الذي يرافقنا في هذه الأمسية لينقلوا من هنا صورة الفرح الميلادي ويحملوه إلى كل بيت حتى أقاصي الأرض. إنها الساعة التي ندخل فيها في عمق ملء الزمن. هلموا نهلل للرب يسوع الإله المتجسد، هلموا نلاقي ملك السلام الآتي إلينا، هلموا نسير معاً صوب النور. بالميلاد بتفرح قلوبنا وبتكبر بالمحبة والتفاني. بيعطينا المسيح بوصاياه الأمل والخلاص. بولادته نسمع نداء السلام والأخاء، فمنمشي معه على طريق الخلاص من مغارة بيت لحم حتى طريق الجلجلة، ومنتبعه بطهارة الإيمان القوي وسلطان عرشه يلي هو من غير هيدا العالم. بلبنان يلي مر على أرضه يسوع وباركه بقدميه الطاهرتين، ندعيه يسقينا من مياه عرسقانا يلي حوله لخمر يروي فيه كل القلوب العطشة لحنانه وحبه ورحمته يلي ما بتنوصف. ومنطلب بصلواتنا يحمي هيدا الوطن وينفض عنه بإيده الطاهرة العجائبية كل تفرقة وانقسام، ويوحد صفوفنا ويجمع شمل كل العائلات من كل الطوائف والأديان، ويحيي بنفوسنا القوة والإيمان بوطننا لننشط كلنا بصوت واحد
ونهلل الميلاد المجيد بمزامير الفرح مثل ما نحن مجموعين اليوم. وهالتراتيل والمزامير رح تبدأ ومعها رح نسمع أجمل الأصوات. رح نبدأ مع صوت اهتزت لإله مسامعنا، بغني وبرنم بصوت فيه قوة، صلابة، عنفوان وإيمان. نسمعه لما منشتاق لله لنوعده إنما رح نبعد، بوعد محفور على صخرة الإيمان مش على رمل البحر، لأنه عالي كأنه صومعة ناسك أو دير عراس تلي بينه وبين السما رف صورة. هو الفنان جيلبير شلخ، ومنه وبصوته رح نسمع مجموعة من الترانيم. من يحكم الكون بالغفران والسلام اليوم قل. من يحكم الكون بأرضه وسماء اليوم قل. من يحكم الكون بالغفران والسلام اليوم قل. من يحكم الكون بأرضه وسماء اليوم ولد. فيا جميع الأمم، من هو الطريق؟ من هو الحق والحياة؟ اليوم ولد. سلمي أمرك إليه، للذي سلمك عمره كونه وسماه، لتخلدي وتسعدي في دنيا. انزلي يا نجوم تلألئي بالنور، وكللي كللي ملك الدهور. انحني يا غيوم اهطلي السرور، ومجدي مجدي سيد العصور. فيا جميع الأمم، من هو الطريق؟ من هو الحق والحياة؟ اليوم ولد. له انظروا عنه اسألوا، له اسجدوا له اسمعوا، به آمنوا كي يضيء الحق دروبكم ويسكن الفرح قلوبكم. فيا جميع الأمم، من هو الطريق؟ من هو الحق والحياة؟ اليوم ولد. من يحكم الكون بالغفران والسلام؟ اليوم ولد. من يحكم الكون بأرضه وسماء؟ اليوم ولد. فيا جميع الأمم، من هو الطريق؟ من هو الحق والحياة؟ اليوم ولد. بزمن الميلاد منبحث عن الراحة، بنفس كل واحد رغبة عميقة بالهدوء والسلام والاستقرار، باقتناعنا إنه كل هول ما منحصل عليهم إلا من خلال المسيح، لأنه هو الراحة. فالراحة بتصلنا من كلمته ومن إنجيله، وهيك منفتخر إن أصبحنا سعداء من خلال المسيح. وهالسعادة ما منرضى نحصل عليها نحن وحدنا، بل بالاتحاد مع جميع البشر ومع كل يلي بيآمن بيسوع طريق الحق والحياة. الرب أعطانا الأرض
إمنا اخترعنا البغض، أعطانا قوة إخوة، إمنا اخترعنا الحرب، أعطانا يسوع خصصنا له الصليب، يلي عرف كيف يلتقي بالأرض وبالناس جاع الحب فيهم، هو الوحيد القادر يخلصنا لأنه هو وحده السلام اليوم وبكرة، وكل واحد مدعي ليشوف إشراق نور المسيح ويحبه ويحفظه. مثل الفراشة يلي حاملة بشرة حلقت على مذبح الإيمان ورفعت صوتها انبيد وقربان لمجد الله، صوتها رنت جراس وجوقت عصافير بيزنطية، هي الفنانة يلي أيضاً حبت تمجد الله بهالسهرة الميلادية وتقدم مجموعة من الترانيم. خلينا نرحب بالفنانة كارول عون. طل التلج الأبيض والصبي الصغير قاعد عالطريق عم يحلم بلعبي صار لبعيد سنين. طل التلج الأبيض والصبي الصغير قاعد عالطريق عم يحلم بلعبي صار لبعيد سنين. والعالم قدام مشغول لطفل الإلهي ما رح ننسى نصلي، لطفل يلي ارتعدت لخبر ولادته شعوب الأرض فكان الرسول والمعلم والداعي إلى السلام، فهو اللي قال سلامي لكم سلامي أعطيكم. بولادته بيوقف العالم كله خاشع شغوف وبتستيقظ الإنسانية لبهجة العيد للمولود الإله ليوهب للحياة رمز الحرية، فبتهلل كل الكائنات وبيعم الفرح والسرور بكل المسكونة، فهو يلي أنقذ العالم من شرور الخطايا وويلات الذنوب وكان كبش الفداء وفريس الطمع ضعفاء النفوس، قلب موازين الظلم ومنحنا قوة الفضيلة والإيمان والرجاء لنتعالى على ضعفنا. صوته
مذهب مثل سنابل الإيمان وسهول الأمل، ساكن على حدود صوته وطير السما وغابات صلا وترتيل من الأرز، ولأنه محافظ على الوزنة عرف يمجد الله بصوته بالموسيقى، فصار صوته نديل على حدود الغيم بدرب كل مؤمن وشموع على طريق المغارة. هو الفنان نادر خوري، وبصوته رح نسمع مجموعة من الترانيم.
طويب الليالي سعيد يا نجمي بيت قريب جاي من دني بعيد تتلج عاها الكون طيب يا شعار سلام يا سماء تتلج أشعار سلام حكيوا لحكاية غريب والأرض عيونها دموع قولي مهيم غارة ربع من زيارة من شمسك نورني ومليني حارة كمان قلبي مهيم غارة ربع من زيارة من شمسك نورني ومليني حارة ضلك طل علي ولا تكون عني بعيد فرح وجودك فيه مثل ليالي العيد قلبي مهيم غارة ربع من زيارة من شمسك نورني ومليني حرارة مقياس المحبة حب بلا مقياس وخليني يا ربي مثلك حب الناس قلبي مهيم غارة ربع من زيارة من شمسك نورني ومليني حرارة قلبي مهيم غارة ربع من زيارة من شمسك نورني ومليني حرارة والقلوب بالرجاء ليل
ينبت عندما أقبل رفيقي دون غش، عندما تموت في روح الانتقام، عندما يربض في قلبي الرجاء، عندما تذوب نفسي في كيان الله. ليلة الميلاد، ليلة انت الكلمة احكي لك كلمة تيشع النور من خلف الظلمة، انت الكلمة احكي لك كلمة تيشع النور من خلف الظلمة، انت الكلمة صارت انسان ملوى الزمان. خلينا نسمع ونعيش الكلمة، احكي لك كلمة. الكلمة احكي لك كلمة، برك الحقد بيهجرنا وإيد الحب بتغمرنا، برك بترجع تولد فينا بتمحي العتم اللي فينا. انت الكلمة احكي لك كلمة، برك الحقد بيهجرنا وإيد الحب بتغمرنا، برك بترجع تولد فينا بتمحي العتم اللي فينا. يا نور الكون اللي غلبت العتمي، احكي لك كلمة. والابن الضال يرجع لبيو، انت الكلمة احكي لك كلمة، انت الكلمة احكي لك كلمة، برك الخيب صالح خيب، ابن الضال يرجع لبيو، برك
الناس من الغفل سمعنا بسكت نعرف انك معنا بركي الضج لسكبة سمعنا بسكت نعرف انك معنا صوتك نسمي ترد البسمي صوتك نسمي ترد البسمي صوتك نسمي ترد البسمي وانت الكلمي احكي لك كلمي. وطني بردان رجع له الطهارة تيرجع منارة بعتم الزمان بليلي برداني ما فيها نوطي في نجمي سهراني سربت بكي لقيت على بابها عشت صمت جديد والدنيا عم توعى والتلج مواعيد أبيض مثل الأمل واسع للمحبة كان العتم عابس صار العتم حلو بالزوايا صارت الأجراس تنادير قربت لحدا سمعت تراتيل يا يسوع يا يسوع ومن يوم السلام كبرت السعادة فرحة ملونة كرمال البراءة كرمال الطفولة ويلي مشردي لرغيف ولبيت ناطرين العيد تا تعال بيوتنا بتتبارك البيوت يا فرح البعيد يا يسوع يا يسوع المغارة وسع المغارة وطني بردان رجع له الدهارة تا يرجع منارة بيعتم الزمان ومن دفع عينيك مسحوا بالإيمان بتقول الترنيمة كرمال البراءة تعا كرمال الطفولة تعا رح نسمع صوت الطفل جوليان عزام يلي حاب أيضا يرتل ليسوع ترنيمة ليلة عيد
عيد الليلي ليلة عيد جنونا صوت الشراس عم تدق بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة حب جديد تلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب في شجرة بالدار يدوروا ولاد صغار الشجرة صارت عيد والعيد صورة بإيد والإيد تعلي عالشجرة غني وانا إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينونا الصوت شراس عم تدق بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد مرسي المسيح بالميلاد استقطب البشر المشتتين بتجاذباتهم وتنافرهم ولم شملهم المبعثر تحت سقف محبته تواضعه وعطاءه وفدائه. من هيديك الليلة ليلة الميلاد ببيت لحم أصبح الميلاد ذكرى لقاء بين شوقين، شوق البشرية لحضور المسيح الإله على الأرض وشوق الله للمبيت بين أبنائه البشر، وصار الميلاد سكن الله والبشر بمنزل واحد مع بعضهم بمغارة واحدة، ومنها بشاع الخلاص والسلام والمصالحة والفرح. بيرجع الميلاد كل سنة، فبيرجع لقلنا الطيبة المؤنسة والأخوة الشاملة وبراءة الطفولة المحببة، وبتمسح يد الحنان الإلهي كل يلي اقترفناه من شرور وجراح ما عانينا من ألام، وبيتفتح بأعماقنا برعم حياة جديدة زاخر بالطراوة وعابق بالرجاء. قبل ما نختم، رعاية السيدة الحبشية حابة تشكر كل يلي شاركوا اليوم بهالريسيتال، ومن بعدها رح نسمع ترنيمة مشتركة تخبركن عنها بعد شوي، هي تحت عنوان قوموا يا رعاة. صحيح إنه يسوع قال أنا البداية والنهاية، ولكن معه المشوار بيطول، ونحن كتير فرحانين إنه موسم العيد عنا بلش بكير لحتى قد ما فينا نفرح بحضور يسوع المتجسد. أنا باسم لجنة الوقف، باسم الجميع، بحب أشكر كل يلي ساعدونا لحتى الليلة كانت هالسهرة أمسية صلاة، أمسية تسبيح وتمجيد، وأمسية فرح. بدي ارجع اشكر استاذ جاك حداد لانه تاخر على الطريق وما سلك طريق الرعاه، اجى اوتوستراد بقى منزقف له. استاذ جاك نحن كثير بنشكرك لانك ساعدتنا وحضرت معنا هالسهره لحتى تكون فعلا سهره صلاه، واكيد زقف كبيره للاساتذه يلي الليله اتحفونا بصوتهم. بدنا نقول ميرسي كثير لاستاذ جيلبير جلخ، كمان مرسي الليلة منقولها لمدام كارول عون، كمان مرسي لخينا وصديقنا الأستاذ نادر خوري، وأكيد شكر كبير للسيدة باسمة يلي كمان كانت الليلة معنا. ما فينا أكيد ننسى يلي رافق على العزف الأستاذ جوزيف بودومت كمان، ميرسي أستاذ جوزيف. بحب كمان أشكر السيد اسكندر باز على هندسة الصوت الليلة معنا، كمان زقف كبير للأستاذ اسكندر.
واكيد الشكر الكبير للام تي في يلي كانت معنا الليله ويلي زينت بحضورها العيد ويلي رح تكون مجال لحتى اكيد نكبر وننمى اكثر ونوصل صوتنا الى البعيد. انا ما خلصت لانه بعد في حدا كمان من بعدي بده يكمل. بدنا نقول زقفه كثير كبيره للكلمه الحلوه يلي كانت الليله على لسان الانسه رين رحال. خبرتيهم رين سر الترتيلة؟ هلا ما نخبركم. فإذا سر الترتيلة قوموا يا رعاة يلي رح نختم فيها احتفالنا الليلة، وأهلا وسهلا فيكم كلكم. قبل ما نحكي عن ترتيلة الختام يلي هي تحت عنوان قوموا يا رعاة، بدنا نقول إنه الفريق الرسولي لطلاب المدرسة الإكليريكية البطريركية المارونية غزير وضع الرجمونات وحلويات العيد، نتمنى أكيد تشجيعهم. قوموا يا رعاة هي ترنيمة كتبها ولحنها الأب الطباوي يعقوب الحداد الكبوشي ابن غزير. الأب يعقوب معروف عنه بني وعلم وشفي وصلى وأعطى الكثير، بس يمكن قليل يلي بيعرفوا إنه أبونا يعقوب كان يكتب ويلحن، ومنهم هيدي الترنيمة يلي رح نسمعها سوا بصوت جيلبير ونادر وباسمة وكارول. وبدي أقول إنه هيدي الترنيمة وزعها المايسترو ابن غزير جاك حدد. نسمع سوا ترنيمة قوموا يا رعاة وميلاد مجيد للجميع. قوموا يا رعاة قد أتى الرحيل، قد تمت آيات عهدنا القديم. هل تعلمون أن المنتظر من أحب الكون قد صار بشر؟ مجد لرب العالمين الآن وفي جند السماء نحوكم يصيح. قد ولد اليوم رب العالمين نحو بيت لحم سير أجمعين. مجد لرب العالمين الآن وفي كل الملاك قال بشرى وانصرف. بعد أن تعالى كلنا هتف لنمضي في الحال إلى ذا المكان، عل ذا الجمال قد صار إنسان. مجد لرب العالمين الآن وفي كل حين. وصلوا سويا شاهدوا الإله، مريم النقية يوسف أباه. حققوا عيانا ما قيل لهم وبه إيمانا زادوا كلهم. مجد لرب العالمين الآن وفي كل حين. مجد
رب العالمين الآن وفيكم الرحيم. قوموا يا رعاة قد أتى الرحيم، قد تمت آيات عهدنا القديم. هل تعلمون أن المنتظر من أحب الكون قد صار بشر؟ مجد لرب العالمين الآن و